نص. طبعا هسه جينا المطعم نوح، اخويا وزوجته عازميني المنصور، وهسه نازلين راح ندخل له. انا كان كلش عاجبني مطعم نوح، هسه راح ادخل له. يلا نقول شكرا على العزيمة، يعني اليوم ريوقنا مطعم نوح. اليوم اخويا عازمني يعني ابو فاطمة، شكرا. انت ابو فاطمة الاجواء كلش حلوة. شوفوا هنا معروفة القهوة مالتهم، القعدة الحلوة. يعني الساعة هسه عندنا بالدعس ونص، هسه راح ندخل. هنا مسوي هاي الاجواء مال الكريسماس، وبعد هنا هاي الاجواء التراثية اللالة بالتلفزيون هذا القديم، وصابة الاشجار. على ديني والله بدي اقولها لمرت اخويا تقول لي يا عشتر نسيت عيني عذريني، بس حلوه الاجواء. حاطك صوره هنا، وهنا شوفوا هاي مالتهم الرف والمكتبه ايش قد حلوه، مسوين الكتب والاثار. شوفوا هذا الحاج ربع علمان الله يرحمه، هاي شغلاتهم الحلوه. شوفوا يا سنة 1960 متأسس. يلا شوفوا حبايب، هنا القهوة مالتهم، أنا طلبتها بطعم بندق، هنا وسط. شوفوا هاي هنا التمر مالتهم بالجوز، حتى المي بن غضا والله حلوة القعدة والخبر. يلا عاد خلينا نشرب. هنا على شرب ونواس هذا المحل، وعنده شغلات تخبل. هسه هنا اخذت الجمولي وحزام كوجي كلش حلو، شوفوا يخبل هو يحب هاي السوالف. اخذت الزوبه دزدان والزبيتر، واخذت لهم هاي السوارات شكلها حلوه، بالفضي والاخر ذهبي كلش حلوات. هذا المحل بالمول ويسر بالطابق الاول دريم سيتي، كلش حلوه شغلاته. شوفوا السوق شلال للشعب، دائما يسألوني على فساتين اللي اخيطها. يم خياطنا ناصر، خياطة ناصر بسوق شلال معروف، بس تقولون ناصر موجود. هسه جينا هنا بدنا نخيط، حنخيط فساتين بس مو للشتاء، للصيف. بس يعطينا موعدنا خياطنا الوردة. ناصر من يجون صديقاتي ومتابعاتي يعطيهم مواعيد قليلة، يعني هو يشلع القلب بالمواعيد، ما اقول لكم بس خياطة يخبل يخبل. المجمع قبال المركز ما الطابق الاول مكتوب قطعة خياطة ناصر. شوفوا خياط ما طبعا اليوم اختي ذبحت طريق، يعني لين حق سلامتنا وجيتنا. وهسه احنا كنا ملمومين لما الحبايب مثل ما نقول بنات خالي كلهم جايين، وهسه هاي عندنا بنت خالي بالتشريب. واو شوفوا 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 شلون مسويته يخبل عشتيدش معلاوي. وهذا التمن هاي مخليت له البصله وبس، وهاي هنا هذا التمن نوعيه ثانيه. شوفوا هاي نوع بصره وكشمش، ما احكي لكم الريحه تخبل. شوفوا شوفوا التمنايه هنا بالطبخ شيء راجع لها قناة بس ما تقبل. وهسه هنا باع الحشو، باع الحشو هاي مالتها. هسه ان شاء الله نصب السفرة عاشة الايادي. وهنا بدينا نصب الاكل يمه بعد ترتيب، والريحة ما احكي لكم الريحة. عاشت ايدك محمودي ومعلاوي فدوى القلب تشب. تستاهلين حبيبتي. قليل هذا ما قالوا لي كله هبيط هبيط. مع الخبز هسه جبناه حار، طبعا الخبز خبل والطعم ماكو ذيجي. خليها
خلاكم الخبر. ما خل اشوفهم الزوري والرباط. ترى انا خمس زوريات جاتك. شوفوا الزوري هاي امي اجبها زوري. بس شلون زوري؟ يام يام يام. طبعا شوفوا هسه سفرتنا كملت. هنا هاي الزوري اليوم صبينا بنقع لان الله يحفظنا هوايه. هنا الخضره والرشاد والطرشي وعاشه الايادي والريحه تخضه. يلا بالعافيه.